الحرب العالمية الأولى عرفت حينئذ بالحرب العظمى. هي حرب عالمية نشأت بداية في أوروبا من 28 يوليو عام 1914 وانتهت في 11 نوفمبر من 1918. وصفت وقت حدوثها بالحرب التي ستنهي كل الحروب. جمع أكثر من 70 مليون فرد عسكري، 60 مليون من الأوروبيين للمشاركة في واحدة من أكبر الحروب في التاريخ. لقوا أكثر من 9 ملايين قاتل و7 ملايين مدني وصراع نتيجة الحرب. وتعتبر أيضا من المساهمة في عدد من جرائم الإبادات الجماعية والفرد الجسمانية عام 1918، والتي تسببت في ما بين 50 و100 مليون هلكة في جميع أنحاء العالم. تفوق بعض الخسائر العسكرية بسبب التطور التقني والصناعي المحاربي، والوجود التكتيكي الناجم عن حرب الفنادق القاسية. نتائج الحرب أحد أعنف الصراعات في التاريخ، وتسببت في تنفيذ تغييرات سياسية كبيرة ضمن الثورات 1916 و1923 في العديد من الدول المشتركة. ساهمت الصراعات بين الدول في نهاية النزاع في بداية الحرب العالمية الثانية بعد 20 سنة.